عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخواني في برنامجكم جربها مرة، البرنامج اللي نسعى من خلاله بإظهار الأماكن المثيرة والمليئة بالمغامرات في إمارة الشارقة. المغامرة هذه اللي أنا أنتظرها من زمان، ودائما متحمس أني أخذ المغامرة هذه وأجربها مع أهل الخبرة والاختصاص أنهم يسوونها. شفت اللي أنا شفته؟ هذه المغامرة اللي أتكلم عنها وترياها. تعال تعال. أخيراً مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا خالد. طاش حالك؟ مساك بخير. طيب مرتاح يا أخي؟ متحمس وقاعد ترياك مرة. جاهز لابس لك وهذه الدراجة. والله كابو يلا مرة. يا أخي ملابسك بالدبة أبوي على طول بدل ومرة جاهزين. هذه شنطة؟ هذه شنطة السيفتي. سي حجرة أبوي الملابس. حجرة الملابس؟ هنا. وبعرفك على كل شيء في الشنطة. يلا. تكن الله. يلا الله. وايد متحمس. تلك بعد في الشارع دراجات الشوارع يعني بس هذه ولا الرملية بس وايد الدراجة الرملية؟ هو شوف بديت بالدراجات الرملية لأنه ما يحتاج لمليسن، لكن بعد السن 17 بعد ما حصلت ليسن عقولتم تفتحت لي الأبواب للدراجات دراجات الشارع الأون رود. هذه فئة الأفرود. شو الفرق بين الأفرود والأرود؟ طبعاً اللي عندك التروس، تروس الجير تختلف، عندك العجلات دائماً تختلف، هو الاختلاف الشاسع. طبعاً السسبنشن للأونرود وايد يكون أيبس عن الأفرود. الأفرود دائماً سسبنشناته مرنة أكثر. مرنة أكثر طبعاً الطلوع ونزول. نعم. دراجات الأوفرود دائماً الكفرات الفيرنج مالها تكون ألين والبلاستيك القابل للطي حسب إنه إذا طاحت عليك ولا شيء ما تتكسر كفرات، يعني معرض للطيح. لأنها هي معرضة للطيح أكثر من الأوفرود. معرضة للطيح أكثر عن كفرات الأوفرود. نعم. الأوفرود بتكون طبعاً مختلفة. بلاستيك كلهم بلاستيك لكن هذاك البلاستيك شوي أصلب. أصلب عن هذا لأن هذيك المفروض ما تطيح. هذه بعد المفروض ما تطيح بس هذه لأن هي كشكل مغامرات هي فمعرضة لأنها تطيح أكثر. زين خالد أهم شيء قلت لك السيفتي. أهم شيء قبل الدراجة قبل التدريب قبل كل شيء لازم شو السيفتي. زين شو عندنا سيفتي هنا؟ عندنا اول شيء واهم شيء في السيفتي الخوذه. باغلب الهوايات اهم شيء الخوذه في السيفتي. زين هذه الخوذه. بعد الخوذه عندك حمايه الصدر، هذه تلبسها على صدرك مره تحمي صدرك كامل. زين وعندك هاي الشنطه اذا بتحطي فيها اغراض ولا شيء، لان عاده بناطلين الموتوكروز ما يكون فيها جيوب تحتاج الشنطة. إذا حطيت فيها شيء ماي حتى ماي لازم تحطي ماي وياك. زين وعندك هذا البنطلون مال موتوكروز، وفي أماكن هذه مطاطية هذا إنما تحمي ركب. إيه تحمي ركبك. وعندك هاي الكسارات، كسارات اليد هذه طال عمرك وايد تحتاجها في الموتوكروز. هذه كسارات اليد وهذه كسارات الريل. هالكسارات وايد بتحتاجهم يعني حق الايد وحق الريل. اي نعم حق اليد وحق الريل تحمي ركبك. انزين وعندها احس اتوقع ان الدراجه طويله يعني اشوفهم هي الموتوكروز وايد مرتفعه عن الارض. مرتفع عن الارض صح. الموتوكروز اكثر عن دراجات شوي، دراجه شوي مرتفعه عن الارض. وعندك شيء مهم في الموتوكروز، ما تقدر تسوق الموتوكروز بجوتي عادي، لازم يكون الجوتي بوت. والسبب؟ الطويل ويكون خاص حق الموتوكروز. هذا يحمي لك طال عمرك الجزء السفلي من الريل. زين هذا عسب اذا حطيت ريلك بالغلط ضربت في الارض وهذا ما تكسر لك. نفس البوت هو هذاك. اي نعم هذا بوت طويل. طويل ليش طويل؟ وطال عمرك هذا الصوب عسب ما يحرك. شوف حتى بتشوف بتلاحظ حرق. اي نعم هذه حق الكزوز عسب، لان دائما الموتوكروز الكزوز يكون عند ريلك فتحمي نفسك. ايه نعم. تحميك من الحرارة وكذلك من الأعلى من الفوق فهو جوتي. وطبعا النظارة شيء مهم إذا بتسوق دراجة رملية تحمي عينك على الرمل، لا سمح الله تضرب رملة في عينك ولا شيء. صح.
صح. هذه تحميك زين. يعني جايب لي العده كلها. اي نعم موجوده العده كلها لازم. يعني اهم شيء السيفتي طال عمرك. انا مطمن ان عندي العده كامله. وحينه لازم تاخذ التعليمات. يعني انا كمبتدئ اصلا لازم اسوي هالشيء، ما اقدر اني اركب دراجه واقول يلا بستانس. مبتدئ ولا محترف لازم تلبس السيفتي كامل خالد. جميل جميل جدا ومشكور انك جبت العده كامله. بالعكس طيب بينت لي طيب كل جزء واهميته. وهذا الشيء اللي لازم الواحد يسوي قبل اي رياضه معرضه، خاصه ان يعني الحين بس لحظه الحين هذا ليش اللي في الشارع ما يلبسونه مثلا، ولا هذا الرياضه تختلف عن اللي في الشارع؟ الدراجه هذه تختلف عن الدراجه اللي في الشارع؟ لا هو شوف كلهم يلبسون سيفتي، لكن سيفتي البر غير عن سيفتي الشارع. سيفتي اللي بتلبسه حق دراجات البر غير عن سيفتي حسب نوع الرياضه خطوره الرياضه. كل هوايه ولها سيفتي الخاص مالها، احيانا في هوايات السيفتي مالهم يتشابه يعني، لكن اغلب الهوايات سيفتي مالها غير يعني. صح انا هذا اللي اشوفه فعلا. صح. بنطلون غير الصدر. صح. غير حتى شكل الخوذه مختلف. يعني البوت يعني الجاكيتات، جاكيتات الدراجات الشارع، جاكيتات دراجات الشارع ما يجي تلبسهم حق دراجات البر، لان بتلعوزك، لان تكون جلد فبتلعوزك، وانت ما تحتاج انها في البر انها تكون جلد. اهم شيء يكون عندك الكسارات البلاستيك، لان في البر ما بتتزلق على الشارع، اما في الشارع. هذه ملاحظه وايد مهمه. صحيح في الشارع لازم تلبس الجلد عشان اكثر شيء اكثر حوادث اللي بتكون زلوغ، اكثر الاعراض، اكثر الاعراض درجات الشارع الزلوغ. لهذا السبب يستعملون الجلد، لكن الجلد شوي ثقيل فهني يحتاج لك البلاستيك عشان يحميك مو بس. صح ففي الرياضه مثل اغلب سيفتيات الموتوكروز بلاستيك. اشكرك انك وضحت لي هالامور. عفوا عليك. بالعكس دام السيفتي كل العده موجوده. صح. وانا كمبتدئ بجرب هالرياضه اني ابدا بهذا السيفتي ومعاي واحد ما شاء الله خبره وله في المغامره هذه، وبنشوف مواهبك ان شاء الله الحين اني انا اقدر ابدا الرياضه وانا مطمن ان شاء الله. خلاص شو الحين جاهز؟ نعم جاهز دام هذا كله موجود. يلا مره عفوا بالله. طبعا اخطر موقف استوالي، ونفس الوقت كانت يعني قرصه وتعلمت، وان انا كنت طالع للبر وما شايل وايد جاي ماي، وتلفوني ما كان جاي، فتعطلت علي الدراجه وكنت بروحي في نص البر. فهذا يمكن الموقف شوي علمني ان لازم اخذ احتياطاتك، لازم اخذ احتياطاتي، لازم تخبر الناس انت وين رايح، تخبر اهلك انت وين رايح، اي بقعه في البر رايح، حسب لا سمح الله اذا استوى لك شيء يكون لهم درايه عنك يعني. والمفروض حد وياك، والمفروض طبعا نعم طبعا اكيد اول شيء لازم يكون بادي وياك، او انه يكون حد مرافق وياك يطلع وياك، ما يصير تطلع بروحك شو ما خذاك الحماس، لازم تكون طالع ويا حد يعني. جميل حلو. نعم. شو سويت؟ والله خبرنا تريت لين ما شفت حد عابر وساعدني يعني، وزين الله حط هذا دراجتك تعطلت يعني. اي نعم ما قدرت اشغلها تعطلت يعني. هي يعني كان موقف صراحه صعب يعني. كان موقف وايد صعب لدرجه اني انا اضطريت اني اتريا حد يمر علي او حد انه يعبر لمده خمس ساعات. انا كنت متعطل في البر وفي عز الظهر، كان يعني في عز الحر. خالد قبل تسوق دراجة لازم تعرف عنها. صح لازم الواحد قبل الله يستخدم الدراجة لازم ياخذ فكرة. صح خلي ننزل الدراجة وإن شاء الله بكلمك عن الدراجة. طبعا خالد هذه الدراجة سيارف هوندا 450 سي سي، طبعا موتو كروز، خمسة غيار فيها، وطبعا الدراجة الهندل مش سلف عشان يخفون من الوزن. وطبعا انا افضل دراجات الهوندا الموتوكروز الهوندا لانها
وزنها اخفف يعني عن الدراجات الباقيه كتجربه. لكن ولكن في النهايه كل واحد ورغبته يعني، كل واحد و الشركه اللي يشوف. نعم. شو الاشياء اللي تسويها تشيك فيها قبل او تفحصها قبل تبدا في الرياضه؟ تشيك على الايل، انت مبدل ايل على حسب انت متى مبدل ايل. السيرفس اللي قاعد تسويه. نعم. السيرفس طبعا بين فتره وفتره لازم تسوي حق اي ماكينه ميكانيكيه، لازم تسوي لها سيرفس. عندك الماي راديتر، لان هذه الدراجه الموتوكروز عاده ما يكون فيها عداد حراره، فلازم انت تشيك على الماي راديتر. على طبعا التواير فعلا ما فيها تدري. اي نعم. ها خالد، بعد ما شرحت لك عن الدراجه مستعد انك تجربها؟ مستعد يا اخي، بس ما جربتها من قبل ففي شوي. وشوف دام نحن خضينا كل الاحتياطات ولبست السيفتي وهذا وامورك طيبه الحمد لله. لا اكيد اكيد ان شاء الله، ودام مثل ما قلت معاي بعد صحيح. بتوجهني ان شاء الله وان شاء الله اني بقدر اسوق. طيب يلا ابوي قد وقدود ان شاء الله. الله يسلمك. يلا زين خالد، عاد اخر سؤال بسالك اياه. انت سايق دراجه غير عادي قبل صح؟ زين بس الرابتر ابو اربع مره يعني، امورك طيبه ان شاء الله على هالدراجه وان شاء الله بتتعلم والامور طيبه بتكون عندك. مره نفس الدراجات الثانيه، كلتش ريس جير بريك بريك، طبعا هذا البريك الخلفي تحت، هذا الامامي يعني نفس البريك الامامي قدام. نعم. يلا عاد الحين جاهز؟ جاهز اكيد. اي نعم. يلا توكلنا على الله. اشوفك ما شاء الله وايد متمكن في سواقه الدراجه، بس هي الهوايه الوحيده ولا في هوايه ثانيه عندك بعد؟ لا لا لا، وين هذه الهوايه، يمكن من وايد هوايات جربتها. طبعا في وايد هوايات متمرس عليها تخص البر دراجات. لا شوي بعيد عن الدراجات يعني، في الغوص ما شاء الله، الطيران طيار باراموتر والهايكينج، وطبعا كثير من ما شاء الله. انت جو بر بحر. نعم. كل شيء جربته والله فيه. هاي هاي لا حياتك لازم تستغلها يا ابو، لازم تسوي كل شيء. اكستريم واحد. نعم. بس جي حياتك كلها مغامرات صحيح. ما شاء الله عليك. تعيش حياتك عاد ما شاء الله. إيه. عليك والله. إيه نعم. وبشكل عام يعني العائلة كانت كلها تدعمني، أنا ما في حد من العائلة كان واقف ضدي يعني في الهوايات هذه. رغم خطورتها بعد كانت؟ رغم خطورتها كانوا في تنبيهات، في إرشادات كانوا يعطوني إياها، لكن كانوا يدعمون، لكن ما حد حد وقفك. يلا عاد خالد جاهز؟ جاهز. يلا كاملة كاملة، ضربة واحدة قوية، ضربات خفيفة ما ينفع، ضربة واحدة بس قوية. وقف عادي. ايه حط الريل غير واحد، بدل اثنين. ها اول ما تروح بدل اثنين، بس اثنين بدل اثنين. يلا اوكي 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 لا تحط ريلك وايد على طول، هدي خلاص هد الكلت روح، لا تضرب جو. اوكي يلا زيد ريل زيد ريل، حطه واحد حطه واحد، اضرب تحت واحد. اوكي شوي شوي مو وايد، لا تزيد وايد، زيد ريل زيد شوي شوي. زيد ريس شوي. يا. هدى الكلتش. هدى هدى كامل. متى بديت وقدرت انت تتكلمني على الممارسه ولازم الواحد مدربين ويحاول انه ياخذ الرياضه هذه، كيف انت من متى بديت عشان تقدر توصل هالمستوى؟ بديت انا هوايه الدراجات من صغري، ابوي كان يعني ابوي كان متفتح على هذه الهوايه، كل فرد من العائله عقولتهم فئه معينه من الدراجات، في منهم الادفنتشر، في منهم السوبر سبورت،
في منهم ان شاء الله يعني الموتور كروز جيت من بين يعني خذيت خبراتهم توصياتهم ارشاداتهم. طبعا 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 اول شيء انا اخذيته من ابوي الله يحفظه وبعد ابوي على طول اخوالي وعمامي. زين يا بطل عندي لك تحدي، كم المسافه اللي تقدر تشيلها بتاير؟ كم تبى؟ انا اختار؟ اختار قول لي اي مسافه وفالك طيب. اباك تشل من هني من هني لهناك المسافه هذه كلها بس فالك طيب. انت عادي عندك؟ شلت شجره طالع. ابغى اشوف مواهبك، ابغى اشوف خبرتك في الموضوع. فالك طيب. تعال تعال خلنا نشوف. يلا سلطان. والله الريال ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، برافو عليه. طبعا يعني انا ما وصلت للهالي قاعد اسوي الا بعد تدريب، بعد ممارسه وتدريب و صح يبين يعني بصراحه. طبعا ما اخذ الخبره كلها، طبعا لازم تاخذ الخبره من ناس اكبر عنك او انه اخبر عن خبرتهم اكثر عنك في المجال. اي نعم. اليوم عندي تحدي مع سلطان، خلونا نشوف شو بسوي. انا سويت شغل. جاهز انا ابوي. ما شاء الله عليه بصراحه جاي في الوقت. شو الحركات، شو الابداعات، شو التمكن اللي انت فيه ما شاء الله عليك، خبرني يعني انت يوم تسوي نفس الحركات هذه ما 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 تواجه خوف، ما يك خوف؟ شيء طبيعي بيك خوف وانت تسوي اللي انا اشوفك اخاف. اي والله اشوفه اكيد يجيني خوف، لكن طبعا يعني كل هالحركات وكل هاللي انت شفته هذا كله طبعا بعد ممارسه، بعد ما تمكنت يعني متمكن من الشيء عرفت. وطبعا يكون فيه خوف لكن الشيء شوي يغطي على الخوف ان انت لابس السيفتي ومأمن عمرك ومأمن جسمك، خلاص شوي يغطي على الخوف يعني شوي. اليوم عندي تحدي مع سلطان، خلونا نشوف شو بسوي. الحين بسوي الكيشن وبنشوف شو بيسويه. شوف اليوم انت قبل لا تي انا سويت شغله، ابى اختبر فيها مواهبك وسيطرتك في الدراجه. قولي. زين هذا الشيء ترى مو بسهل، باعتقادي ان هذا الشيء مو باي واحد بيسويه، ولانه يعتمد على سرعتك وسيطرتك الدراجه خلال المهمه هذه. ابى منك تجيب الغطره المكان اللي حطيته، شلت فيه اللوكيشن زين، وبرسل لك اياه، وابى باسرع وقت تقدر عليه، بحسب لك الوقت عندي في خلال كم فالك طيب زمن تقدر تجيب الغطره هذه وترد لي. تم. لا ترى الموضوع ما اتوقع انه بهالسهوله، ترى المكان مو بهين، ترى ابوي جاهز ما عليك. والمكان اللي حطيته يعني مو مبين ان شاء الله، تحتاج لوكيشن تروح له. قده وقدود ترى فيها صعوبه، صدقني فيها تحدي. ما عليك قده وقدود، ترى اللي ابا منك من تطلع من عندي لين ما ترد عندي اباك تجيب لي اياها في 11 دقيقه، انا حاسب لك اياها بالدقيقه. 11 دقيقه. 11 دقيقة. شو غيرت رأيك؟ لا لا أبوي إن شاء الله قدها وقدود. يلا أبوي على الدراجة، يلا مرة من الحين. يلا نشوف. غطرتي خبرني كيف اقدر ان انا كمبتدئ جربتها اليوم اول مره، كيف اقدر اوصل لهالمستوى؟ طبعا اول شيء لازم تاخذ
التعليمات او تاخذ الارشادات من ناس اصحاب الخبره يعني، هذا اول شيء تسوي. وطبعا سيفتي وهذا قلت لك عنه، لازم تلبس سيفتي، لكن بعد لازم تاخذ الارشادات من ناس ذو الخبره يعني. وطبعا في الاخر لازم تتمرس على شيء، لازم قلبك قوي، ولا اذا تمرست عادي لازم تجمد. نعم من كثر ما تمارس الهوايه طبعا ما قلبك بيكون قوي على هالشيء اللي انت قاعد تسويه. بس لا حركه قويه يعني، بصراحه ما بقدر اسويها بصراحه. اشكرك سلطان على تواجدك اليوم، وما قصرت ويانا وسويت ويانا هالتحديات واثبت جدارتك في المكان. كان ببالي تحدي ثالث، لكن حكم ان المره الجايه ان شاء الله تعالى اذا ما تشوفه نصور وياك. جاهز انا ابوي تحدي؟ يلا لا 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 الوقت. قول التحدي الوقت. انت ما عليه، قول تحدي وانا جاهز ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، لا 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 بس 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 بس. والله ابوي قده وقدود. يلا الحين مره عطني التحدي الحين. اذا يلا جاهز انا بسرعه قبل تخلص الحلقه. سلطان الوقت ما يسمح. شو لا ابوي والله قلت لك انا قاعد ابوي. يلا نسوي التحدي الثالث مره على طول. تبان نسوي هالتحدي؟ اكيد جاهز انا. عيل اسمع مني، قولي اباك تاخذ لي لفه المكان هذا كامل كامل، من الدائره دار ما دار في هالمكان كله، وبحسب لك في خلال كم تقدر تشوف تراها قصوص وطلعات ونزلات. لازم تكون منتبه. صح، انا واثق من قدراتك، لكن فعلا المكان مو بسيط انك تدور هالمكان كله، ونحن بنتابعك وبنشوف، ونفس الوقت بحسب لك الوقت. فوق طيب. تقدر تخلص لي اياه 6 دقائق؟ تم. ما شاء الله عليه بصراحة، جاي في الوقت. وخلوني أقول سؤال حلقة اليوم عن جوتي الرياضة اللي يخص دراجات النارية البرية، اللي سألته اليوم في خلال المقابلة، ليش جوتي الرياضة هذه؟ العادة إنه يكون طويل وما يكون جوتي عادي صغير. أتريى إجابتكم.